مستمرين معاكم مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. فقرة حوارية مهمة جدا مع ضيفنا العزيز أستاذ عماد أنور الناقد الرياضي بالأهرام العربي. أستاذ عماد مساء الفل عليك، أخبارك إيه؟ مساء الفل عليك وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي. كله تمام؟ كله تمام. عايزين نبتدي كلامنا عن حدث مهم جدا هو استعدادات النادي الأهلي لمباراة توفاق ستيف في إياب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا. شايف أهمية الاستعدادات بقوة بالنسبة للنادي الأهلي، فرص النادي الأهلي إن شاء الله في تخطي هذه العقبة للوصول النهائي. طبعا هي مباراة مهمة جدا وخصوصا انها على ملعب فريق وفاق ستيف، لكن دايما الاهلي في المباريات اللي زي دي بيظهر معدنه، واحنا شفنا المباريات الصعبة دي دايما بيبقى فيه شغل من اول بداية من مجلس الادارة لحد الجهاز الفني لحد لعيبة حتى الجمهور اللي بيبقى ليه عامل اساسي جدا كبير على الفوز. كابتن محمود الخطيب راح النهارده حضر المران، وده طبعا هيبقى ليه تأثير ايجابي جدا على نفسية اللعيبة. لو جينا نقول من الناحيه الفنيه، الاهلي هيبقى مكتمل الصفوف بشكل كبير جدا بعد عوده المصابين وعوده الدوليين. هيقدر الفرنسي باتريك كارتيرون يحط التشكيله الاساسيه اللي بيلعب بيها الفريق في كل المباريات اللي هيعتمد عليها في كل المباريات. فانا شايف ان فرص الاهلي كبيره جدا، خصوصا ان احنا مع فرق شمال افريقيا. الاهلي دايما في المواقف اللي زي دي، وفي بطوله سنه 88 الاهلي تغلب على وفاق ستيف بنفس الطريقه. كان الاهلي خسران هناك 2-0، جه هنا جاب 2-0 للاهلي كابتن ربيع ياسين وكابتن علاء ميهوب ولعبوا ضربات جزاء والاهلي فاز وصعد. لا الاهلي خسر ساعتها، لا خسر 2015، لا وخسر البطوله اللي انت بتقول عليها دي، لان احنا كسبناهم هنا 2-0 او هم الاول كسبونا هناك 2-0 وبعد كده احنا كسبناهم هنا 2-0 و4-2 ضربات جزاء، بعد كده 4-2 ضربات جزاء لوفاق ستيف مش لينا. هم حتى بيتفائلوا، كان تاريخ اليوم ده يوم 23 اكتوبر نفس تاريخ المباراه، وهم شايفين ان ده مصدر للتفاؤل بالنسبه لهم ان هم يفوزوا على النادي الاهلي وتاهلوا. يعني ما هم كسبوا السوبر 2015 وكسبوا كمان السوبر ضربات جزاء 2015، لكن عموما احنا في كذا بطوله احنا الاهلي تغلب عليهم فيها، يعني الترجي 2001 جون كابتن سيد عبد الحفيظ بالظبط، و2012 والصفاقسي، ففي كذا بطوله احنا الاهلي قدر ياخدهم من ملعب المنافس يعني. طيب نروح نستقبل على الهاتف سريعا الاستاذ او كابتن طبعا جوهر نبيل عضو مجلس اداره النادي الاهلي. يا كابتن جوهر مساء الفل عليك. مساء الفل يا امير، ازيك؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ بمسي عليك وعلى ضيوفك في البث. اهلا وسهلا بحضرتك. طبعا عايزين نتكلم عن بعثه النادي الاهلي في لكره اليد طبعا في كوت ديفوار ونتائج البعثه والامور كلها، عايزين نطمن بشكل كبير جدا وكمان الاستعدادات. يعني هو يمكن احنا وصلنا امبارح فجر اليوم كوت ديفوار ابيجان تحديدا، تمام. المغرب كان جرى معسكر ثلاث ايام هناك، لعبنا مع فريق المنتدى كسبنا 35-25. تمام. كابتن عاصم حماد المدير الفني جرب كل اللعيبه الموجودين للوقوف على الحاله الفنيه والبدنيه لكل اللعيبه، كان معسكر ناجح الى حد كبير. تمام. وصلنا الحقيقه في ابيجان، كان في انتظارنا واستقبالنا السفير محمد فاروق الحمزاوي سفير مصر في ابيجان. اكيد. والحقيقه ان السفاره يعني من خلال المكالمه ومن خلال قناه الاهلي تشيد الحقيقه بالسفاره المصريه في ابيجان التنسيق الجيد الحقيقه والتعاون وتسجيل العقبات. يمكن احنا بعثنا كابتن هاني نجدي مدير جهاز الاداري لكره اليد قبلنا بيومين، تمام. وكان في تنسيق الحقيقه كبير مع السفاره، وده ادى لوجود الحقيقه اولا اقامه جيده جدا للفريق بشكل كبير. الفرقه جت لقت كل حاجه معده كويس، سواء الغرف نظيفه، الاكل موجود فيها، التكييفات موجوده، وتاكدنا ان الاقامه جيده للعيبه. بالنسبه لملاعب التدريب اخبارها ايه؟ النهارده صباحا كان عندنا فريق كان عنده تدريب الساعه 12 ظهرا، ده على نفس الملعب اللي هيلعب عليه بكره مع فريق الكاميرون. تمام. 12 احنا فرق التوقيت ما بيننا وبين القاهره ساعتين اقل، يعني الساعه دلوقتي عندنا في ابيجان الساعه 4:10. تمام. حضرتك 16 بالظبط، فبالتالي كان نفس الملعب اللي هنلعب عليه بكره، نفس التوقيت اللي هنلعب فيه اتمرنا عليه النهارده. والنهارده بالليل ان شاء الله في الساعه 8 اجتماع اللجنه الفنيه عشان نلوف بقى على الامور الفنيه كلها، التيشيرتات كل فريق يلعب بالتيشيرت عامل ازاي، والتاكيد على التوقيتات بالنسبه للمباراه. طيب كابتن جوهر برضو عايزه يعني عارف ان انتوا كنتوا في المغرب وكان عندكم معسكر هناك، نتائج المعسكر ده ونتائجه بالنسبه للاعبين والناحيه المعنويه بالتحديد كمان عايز اتكلم عليها مع حضرتك بالنسبه للاعبي النادي الاهلي قبل المشاركه في البطوله.
والله الناحيه المعنويه الحمد لله الفريق قبل ما يطلع كسبان مباراه الدوري الناحيه المعنويه جيده جدا. كابتن عاصم شغال على الناحيه النفسيه الى جانب الناحيه الفنيه والبدنيه. وجود كمان حماصه لاعب نادي سموحه مع لعيب النادي الاهلي بيدي برضه دفعه، حماصه من اللعيبه الجيده جدا. وكنا على في انتظار كان في احتمالات انضمام علي زين لينا، لكن فضلنا وجود العناصر اللي موجوده كفايه وزياده، واحنا كلنا متفائلين خير ان شاء الله نرجع باذن الله بعثتنا ترجع بكاس البطوله الافريقيه. ان شاء الله نتمنى بكل تاكيد الفوز بالبطوله الافريقيه. عايز اطمن على اللاعبين بالتحديد يا كابتن جوهر، هل في اصابات مثلا متواجده في صفوف الفريق دلوقتي ولا الكل خلاص مستعد سواء من الناحيه البدنيه من الناحيه الفنيه لخوض المباريات؟ لا الحمد لله، يعني في الخشب ما فيش اي الحمد لله حد، يعني كل اللعيبه الحمد لله في حاله بدنيه وصحيه ونفسيه جيده. يتبقى بس نزول بقى اللعيبه للمباريات. اول مباراه مهمه بالنسبه لنا كنتاب الكاميرون، الكاميروني فريق صعب شويه. تمام. طبعا امكانياتنا احنا الفنيه والبدنيه افضل كتير، ولكن احنا بنلعب مع فريق كان فاز قبل كده على الزمالك وعلى الاهلي في بطولات افريقيا. تمام. يعني فريق قوي مناوشات كده، لكن ان شاء الله بكره باذن الله النتيجه تكون محسومه. اول ماتش مهم ده اللي هيفرق في الناحيه الفنيه والمعنويه للعيبه ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا حضرتك عندك خبرات كبيره جدا في البطولات الافريقيه سواء مع النادي الاهلي او مع منتخب مصر، بالتالي انا عايز اسالك الرساله اللي انت اكيد بتوجهها للاعبين، وانت اكيد قريب معاهم وموجود طبعا كرئيس بعثه معاهم، الرساله اللي انت بتقولها لهم دايما الكلام ما بينكم بيبقى ماشي ازاي؟ او نصايحك يعني بشكل عام. اتفضل. او نصايحك يعني اتفضل. النواحي الفنيه طبعا للكابتن عاصم طبعا حماد، ولكن النهارده واحنا كنت بتكلم كابتن عاصم اداني الكلمه واتكلمت الحقيقه على الناحيه اللي انت قلتني عليها تحديدا، الناحيه المعنويه وحته الحماس والقوه. أكيد. مهمه جدا، وده دايما اللي بيميز لعيبه النادي الاهلي مش بس في كره اليد ولكن في كل الالعاب. اي لعبه دايما في روح الفانيلا الحمراء، الروح القتاليه والحماسيه بغض النظر. يمكن اديت مثال ان كابتن عاصم محمد تحديدا كان لاعب بطولات عربيه بدون اللعيبه الدوليه اللي كان الجيل بتاعي، وكسب البطولات العربيه اللي طلعها بدون اللعيبه الدوليه. بالتالي احنا ما عندناش اي نقص ان شاء الله، الحماس والقوه والتركيز والفرقه كلها تلعب كانها راجل واحد. واللمه على فكره يا امير، اللمه خارج الملعب بتفرق جامد طبعا. اكيد معنويه. اكيد. داخل الملعب. اكيد. كابتن تمام. كابتن جوهر نبيل طبعا عضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس بعثه الفريق في كوت ديفوار طبعا فريق النادي الاهلي لكره اليد، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه، وطمنا بشكل كبير على بعثه النادي الاهلي لكره اليد رجال واللي هيشارك في البطوله الافريقيه وعنده اول مباراه بكره مع بطل الكاميرون، ان شاء الله تكون بدايه لانطلاقه قويه في هذه البطوله بالنسبه لرجال اليد بالنادي الاهلي. طبعا كابتن او استاذ محمد طبعا استاذ عماد انور، في البدايه عايزين نتكلم او اتكلمنا خلاص عن النادي الاهلي، عايزين نواصل حديثنا عن هذا الملف بالتحديد وكل الاستعدادات لهذه المباراه. شايف ان الفرص بالنسبه للنادي الاهلي كبيره ان شاء الله، خصوصا ان النتيجه 2-0 نتيجه مطمئنه في البدايه، ولا النتيجه شايفها صعبه شويه؟ لا هي اكيد نتيجه مطمئنه، لان الاهلي انا زي ما قلت لك قبل كده ان الاهلي عمل ماتشات اقوى من كده، وكان هو متاخر في مباراه الذهاب، فدلوقتي هو رايح هو كسبان 2-0 فاكيد فرصه اكبر، خصوصا بعد رجوع كل اللعيبه المصابين. فهيبدا يعتمد بشكل على التشكيله الاساسيه، رجع حسام عاشور، رجع سعد سمير، رجع عمرو السوليه، وحتى اللعيبه الدوليين رجعوا، فده هيدي قوه للاهلي ان هو يبقى يعني ليه الغلبه على فريق وفاق سيف. لكن هتبقى صعوبه بس في حكايه الجماهيريه هناك، ان هو بيلعب على ملعب المنافس، فالجماهير الجزائر بتبقى فيها قوي شويه. فاللعيبه بس محتاجه يبقى فيه ثبات في الملعب، ما تستعجلش الفوز، تامن اكتر الدفاع عشان ما يخش فيها جون بدري، عشان ما يهزش الصفوف يعني بتاعه نفسيه اللعيبه. تمام. متفائل يعني جدا ان شاء الله. ان شاء الله البطوله ديت المفروض انها من اسهل البطولات اللي الاهلي ياخدها مستريح جدا، يعني حقق فيها مشوار فيها طول البطوله، لا حقق فيها حاجات كتيره وتخطى عقوبات كتيره جدا، بتقول ان الاهلي يقدر دلوقتي، او اللعيبه كلها والجهاز الفني محتاج البطوله دي والجماهير قبل الاهلي. اكيد طبعا هي بطوله اكيد وحشت كل جمهور النادي الاهلي، بقى لنا 5 سنين ده عدد كبير طبعا. اعتقد بالنسبه لجمهور النادي الاهلي ان بطوله افريقيا تكون غايبه. طب ده بالنسبه للنادي الاهلي، عايزين نروح نتكلم عن المنتخب المصري واللي فاز بثلاث مباريات الامم الافريقيه 2019، رايك في الاداء وفي النتائج من خلال سواء مباراه النيجر او مباراتي سواتي؟ مبدئيا طبعا اهم حاجه ان احنا بشكل كبير بصوره كبيره قوي صعدنا الامم الافريقيه عن مجموعه العشره.
لكن ده بشكل رسمي خلاص بشكل رسمي لكن هقول فنيا انا مش هقدر احكم على مستوى المنتخب لانه قابل فرقتين في الاخر متواضعين شويه يعني انت كسبان في ماتش 6 وفي ماتش 4 يعني ما اقدرش احكم ان ده الفريق القوي اللي اقدر احكم على منتخب مصر منه. تمام. المحك الرئيسي هيبقى في ماتش تونس الجاي. لا هنقول بقى على مستوى اللعيبه لا في تغيير كبير جدا في الاداء في تغيير هجومي شايفين من يعني اسكان احمد المحمدي او ايمن اشرف من الجنبين بيكملوا بيعملوا كرات عرضيه كتير ودي بتساهم كتير جدا في احراز اهداف شايفين حتى محمد النني بيتقدم كتير جدا عما كان في المرات اللي فاتت لا في شكل هجومي اكتر لكن انا رايي ان هو هيبان مستوى منتخب مصر الحقيقي قدام ماتش في مرات تونس حتى لو كان المنتخبين صعدوا خلاص بشكل رسمي ممكن يكون الماتش يعني تحصيل حاصل ما يبقاش فيه جديه بشكل كبير بالعكس الماتشات دي مهمه جدا ان هو يجرب اكتر من لعيب ان هو يثبت على تشكيله اساسيه ان هو يشوف هو محتاج ايه لان انت مش مجرد تصفيات بس انت داخل على بطوله في السنه الجايه داخل على بطوله فمحتاج ترسى على تشكيله اساسيه ترسى على لعيبه كبار خصوصا انت بتنزل بالسن بمعدلات الاعمار بتاعت اللعيبه فمحتاج تشوف هتضيف مين تاني هتستغنى عن مين الفتره الجايه كلها هي بتاعت كده اعتقد برضو من الاخبار اللي احنا تناولناها خلال الحلقه وهي خاصه بان مستر اجيري طلب ان هو يواجه منتخبات كبيره زي الارجنتين كرواتيا البرازيل اسبانيا اكيد الشيء ده او الامور دي هتكون مهمه والمباريات دي هتكون مهمه بالنسبه للمنتخب لارتفاع مستوى اللاعبين وانت بتعمل احتكاكات اكيد قويه هتعلي مستوى شويه عكس ما انت بتلعب مع فرق ضعيفه كسبتهم مؤخرا يعني ممكن تفوجئ بفريق قوي ما تلاقيش نفسك بالمستوى المطلوب يعني طبعا وده حصل في جهاز كوبر. مستر كوبر احنا كنا بنتفاجئ لما بنلعب منتخبات كبيره زي البرتغال مثلا لا احنا بنلاقي شكل تاني خالص في الملعب طبعا مفيد جدا ان انت تلعب مع منتخبات اوروبيه هيحصل ده طبعا معسكر نهائي او اخر جوله في التصفيات هتبقى في مارس بعديها انت محتاج تدخل معسكر مغلق يبقى الاستعداد الاخير للكاميرون محتاج طبعا تقابل مدارس قرويه كتيره وخصوصا الاوروبيه بتبقى اكتر سرعه مننا احنا في الاخر المنتخبات الافريقيه احنا حافظينها اكتر لعبنا كتير الفرق اللعيبه اللي موجوده في المنتخبات هي لعيبه الاهلي هي لعيبه الزمالك هي لعيبه اللي بتلعب في الدوريات اللي بتلعب في البطولات الافريقيه القاريه يعني فاكيد عندها خلفيه اكتر عن منتخبات القاره الافريقيه لكن منتخبات اوروبا هتدينا حاجه تانية ان احنا يعني نتعامل مع السرعه نتعامل مع خطط لعب تانية نتعامل مع نقل الكوره بشكل محترف اكتر في الاخر هتبقى اضافه يعني غير ان احنا منتخبات القاره الافريقيه احنا اخدين عليها كلها بشكل قصدك يكون في مدارس مختلفه يعني منتخب يستفاد منها طبعا طيب عايز اخد حضرتك لجزئيه اخرى وهي خاصه بقرار اتحاد شمال افريقيا بان يكون اللاعبين المحليين او اللاعبين المتواجدين سواء في مصر وتونس والمغرب كل في شمال افريقيا ما يعتبروش لاعبين محترفين يعتبروا محليين بالنسبه لكل الانديه شايف القرار ده هيكون مناسب لمصر بالتحديد والمنتخب الوطني بس القرار ده فيه شقين اولا القرار ده فيه تعارض لان طلع اول حد قال كابتن عصام عبد الفتاح عضو مجلس اداره اتحاد الكوره قال ان هو هيطبق من يناير الكابتن هاني بريده قال من 3 ايام ان ده احنا لسه بندرس الموضوع ففي تعارض في الموضوع ليه التعارض ده موجود دايما في اتحاد الكوره مش عارف يعني المفروض يبقى فيه صوت واحد هو اللي بيقول القرار زي ده مش قرار قليل كان فيه 5 دول حاضره اجتماع الجمعيه العموميه اللي في شرم الشيخ فاكيد احنا قعدوا مع رؤساء اتحادات الخمس دول المغرب تونس الجزائر ليبيا مصر اكيد ده كان مجرد اقتراح واضح ان ده كان مجرد اقتراح فان يخرج حد من اتحاد الكوره يقول ان احنا هنطبق ده دونا عن بقيه الدول دي غريبه شويه لازم يبقى فيه بس خليني اقول لحضرتك ان يعني معظم الدول اللي في شمال افريقيا وافقت مبدئيا مصر يعني اللي سمعنا الكابتن عصام فتاح قال ان مصر خلاص في اتجاه الموافقه بعد كده الكابتن هاني بريده من 3 ايام رئيس الاتحاد غير الكلام فمش عارفين بس يعني التضارب ده ليه يعني عموما التضارب ده يسال عنه اتحاد الكوره يعني ورئيس اتحاد الكوره لكن من ناحيه القرار ليه شقين الاتحاد التونسي بالمناسبه وافق بشكل رسمي على القرار يعني هو ليه شقين شق دعم او تلاحم عربي انت لو عملنا كده انا شايف ان هيبقى ليه تلاحم عربي هيبقى فيه قوه حتى على مستوى الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي هيبقى ليك قوه تصويتيه هيبقى ليك قوه تقدر تطلب تقدر تنظم بطولات وتصوت يعني بدل ما نبقى نقول ايه مصر مثلا مترشحه لتنظم بطوله كذا ففي التصويت نبقى قاعدين مرتبين تونس صوتت لمصر المغرب صوتت لمصر لا اعتقد الحاجات هتبقى حقيقه شويه هيبقى فيها حقائق اكتر على المستوى الفني لازم يبقى مدروس لازم ادروس عشان ما يجرش على حقوق اللعيبه المصريين ولان انت بتتكلم لازم تبقى تقول عدد اللعيبه قد ايه يعني انا هتكلم مثلا 3 لعيبه وهجيب 3 تاني محترفين فانت عندك
في 6 لعيبه كده من اصل 18 لعيب مثلا في السكور شيت. تمام. فدي هتقلل فرص اللعيبه المصريين كتير. طب الموضوع ده ممكن يكون له علاقه بالفكره اللي يعني سمعناها مؤخرا ان يكون في ملف مشترك لاستضافه او لتنظيم بطوله كاس العالم ما بين مصر والمغرب وتونس، يعني ممكن يكون الموضوع طبعا وارد تبقى دي بدايه لتعاون كبير جدا على مستوى الانديه منتخبات دول شمال افريقيا يعني. طبعا طبعا. يعني انت مع القرار مش معايا؟ لا انا مع القرار في حاله لو كان في دراسه يعني يحدد لي عدد لعيبه كام العدد يعني عدد لعيبه ومش اكتر من 2 لعيبه مش اكتر. انت السنه اللي فاتت عملت كده مع اللعيبه السوريين واللعيبه الفلسطينيين وما حصل يعني ما فيش جديد ما اضافوش جديد. حتى لو 2 لعيبه بس يعني انت لو جبت مثلا 2 لعيبه من شمال افريقيا هيعتبروا محليين. طب انت هيفضل ليك 4 لعيبه اجانب ممكن تجيبهم يعني عدد 6 لاعبين اعتقد كتير برضو. انا بقول لك هو كتير انا بقول لك هو كتير بس انت بقى حددها بالمشاركه يبقى في كام لاعب في الملعب. انت ممكن اللعيبه المحترفين لو بس الاربعه بس الفكره دي مش ناجحه يعني كانوا عاملينها السنه اللي فاتت ان انت 3 لعيبه يشاركوا وعندك لعيب رابع موجود سواء من الناحيه الماديه كمان بالنسبه للانديه بتبقى انت مرهق جدا ماديا بتجيب لعيب مبالغ كبيره وفي الاخر مقعده على الدكه عشان انت عندك 3 اوريدي متواجدين في القائمه هيلعبوا. فاعتقد الموضوع ده برده شائك يعني. انا اوافق عليها لو هتخدم الحته اللي انت بتقول عليها ان احنا نبدا نتعاون في ان احنا ننظم بطولات كبيره اوافق عليها دي بس لازم تكون مدروسه واكون اللعيبه بتاعت الدوله الاصليين يعني ياخدوا فرصته. طيب احنا سؤال حلقتنا النهارده هو هل تتوقع ان يكون او ان مصر تقدر تصنع نجم اخر زي محمد صلاح؟ وده اكيد هنتناول ردود افعال جمهورنا على صفحات الاهلي او قنوات الاهلي المختلفه، لكن انت شايف ايه الجزئيه دي بالتحديد؟ هو ما حدش صنع محمد صلاح في مصر عشان اقدر اقول ما حدش صنع محمد صلاح. لا طبعا محمد صلاح هو راجل اجتهد بينه لنفسه. طبعا نادي المقاولين ليه عليه فضل ان هو اتدرب فيه بس ما حدش في مصر صنع محمد صلاح خالص. لا ما لهاش علاقه. طب لو عايزين نعمل انا اقدر اقول كده بقى اقدر اقول ان انا عندي نجم كبير اسمه محمد صلاح اقدر اقول انا عايز ابقى اعمل ناس زيه اقدر اعمل بقى اكاديميه اقدر اعمل اي مشروع للشباب محترفين اقدر اقول ان انا اثقفهم بقى رياضيا واثقفهم اجتماعيا واثقفهم ازاي يتعاملوا مع كره القدم مع التدريبات مع اسفرهم كل ده. انما مش هقول ان مصر عملت محمد صلاح فغيره هيعمل. طب شايف اي في لعيب بروميسنج في مصر الفتره دي اللي ممكن نتبنى له يعني ان هو نتنبأ ليه ان هو يكون لعيب زي محمد صلاح كده؟ بقى في لعيب لعب الماتش اللي فات مع منتخب مصر اسمه احمد محمود ده لاعب وادي دجله. محمد محمود ده لاعب وادي دجله ده لعيب ممتاز جدا لعيب ممتاز جدا ولسه صغير ويا ريت نبدا دلوقتي نشوف اللعيبه اللي زي ديت نشتغل عليها. تنصح ان هو يحترف بره؟ انا انصح اي يجي الاهلي الاول يحترف بره؟ لا اللي يجي الاهلي اللي يجي الاهلي علي غزال. علي غزال ان شاء الله. طيب خلينا نروح نشوف تفاعل جمهور النادي الاهلي على صفحات القناه المختلفه على السوشيال ميديا. نبتدي بفيسبوك. طبعا السؤال زي ما احنا عارفين من وجهه نظرك هل تستطيع مصر صناعه نجم اخر زي محمد صلاح؟ علاء حامد قال طبعا ممكن ما فيش مستحيل في كره القدم وزي ما الاهلي بيصنع كل فتره اجيال بتتكتب في التاريخ في مصر تقدر تطلع اجيال زي صلاح وصلاح مش هيكون اخر لاعب يصل للعالميه يا رب نتمنى اكيد. محمد ناصر قال طبعا مصر فيها مواهب كتير بس لازم تكون عقليه وفكر وطموح واسرار اللاعب واصرار اللاعب مثل محمد صلاح مع العلم ان محمد صلاح احسن لاعب في التاريخ من جهه الارقام والشهره واللعب ايضا. طيب محمد رأفت قال ممكن ليه لا في لاعبين كتير زي محمد صلاح وافضل كمان ولكن عايزين اللي يكتشفهم ويا ريت البعد عن الواسطه مش في الكوره لان لعبه الكوره عايزه موهوبين مش اكتر. وتحياتي ليك يا امير تحياتي ليك يا محمد وعلى فكره مفيش واسطه في الكوره صعب يعني. احمد عبد الحليم ايوه طبعا بس يهتموا بالناشئين وخاصه ناشئين فرق الدرجه الثانيه. محمد فريد مصر ولاده من قبل محمد صلاح كان خطيب وحسن شحاته وابو تريكه. عبد الله محمود قال نعم نستطيع وان شاء الله البوادر اهلاويه. علي عبد الخالق ابراهيم قال قولا واحدا لا متشائم قوي علي. احمد شرف قال هي موهبه مش صناعه. اسلام عبد الوهاب قال ممكن بس بشرط الالتزام. محمد شعبان قال ممكن بس بعد فتره كبيره. عطله حسين قال اكيد طبعا مصر فيها مواهب كتير. نروح نشوف تويتر جماهير النادي الاهلي قالت ايه. فارس عبد الله قال انا شايف ان مصر فيها مواهب كتير جدا بس عايزين حد يشتغل عليها ويوصلهم زي محمد صلاح كده. والسيد الجندي قال مصر مليئه بالمهارات بس تختلف العقليه في عقليه اللاعبين هي اساس النجاح. انا معاه في الراي ده. احمد قال المهم عقليه اللاعب عاوز يجي الزمالك او الاهلي ولا يخرج بالاحتراف الاوروبي هو ده اللي هيحدد.
محمد سيد في مواهب كتير قوي في مصر من ممكن يكونوا زي صلاح واكتر، بس محتاجين اهتمام اكبر من كل المسؤولين عن الرياضه في مصر، والامثله كتير زي صلاح محسن، محمد هاني، وناصر ماهر، وطاهر محمد طاهر، ومصطفى محمد الاخ. حلمي كمان قال احلى مسا عليك يا امير. حبيبي يا حلمي، مساء الفل عليك. انا شايف ان مصر فيها مواهب كتير جدا، بس عايزين حد يشتغل عليهم ويوصلهم زي محمد صلاح كده. ندى لبيب قالت صلاح محسن لاعب كويس قوي، طبعا صلاح محسن من ضمن المواهب الجيده. شهد محمد قالت اتمنى صلاح محسن لاعب جامد قوي وليه مستقبل. محمد احمد نوح قال طبعا نقدر، ومصر تقدر دايما بتصنع ابطال. سامح سالم قال ان شاء الله مصر تقدر تعمل اي حاجه، بس لازم يكون في بلان ويطبق، وده حقيقي. احمد اسماعيل قال مساء الخير عليك يا استاذ امير. مساء الفل عليك يا احمد وعلى ضيفك. ماشي، من وجهه نظري ان مصر فيها مواهب كتير، وفي كل مكان في مصر في مواهب ووجوه شباب امكانيات كبيره، بس لازم للاسف ما فيش اهتمام او تصعيد ليهم، لكن ناشئين تسير نحو اتجاه صحيح. على انستجرام كمان احمد حلمي قال نعم فيها مواهب كتير، بس عايزين حد يشتغل على المواهب دي ويوصلهم زي محمد صلاح. ناخد كمان اماني على انستجرام قالت صلاح نموذج لناس كتير. احمد حسن قال في رايي مصر فيها نجوم كتير جدا. شهد عماد قالت الصراحه في مليون محمد صلاح في مصر. مش متفائل انت بموضوع ان احنا ممكن نجيب لعيب تاني زي محمد صلاح كده ولا شايف ان في فرص؟ متفائل جدا لو عملنا خطه كويسه واشتغلنا على اللعيبه وعلى عقليتها وازاي يتقبلوا فكره الاحتراف في سن صغيره. لا متفائل جدا طبعا. في ايه السنه دي وبدايته مع ليفربول مقارنه بالبدايه الموسم الماضي مع ليفربول؟ هي المشكله دلوقتي في المقارنه. صلاح الموسم اللي فات جاب اكتر من 40 جون، فالناس كلها مستنيه دلوقتي ان يحصل ده. فانت بتتكلم بعد 9 ماتشات في الدوري الانجليزي صلاح جاب جونين، الناس مستعجله. انا رايي ان احنا نسنده اكتر ما احنا نراقبه. يعني احنا محمد صلاح عمل حاله وعمل طفره في الكره المصريه، وحقق مفيش حد حقق اللي حققه محمد صلاح. احنا محتاجين نسنده وندعمه اكتر ما نراقبه ونعد له الاجوان اللي بيجيبها. بالزبط. وارد مستواه يقل في ماتش واثنين وفي موسم حتى، وارد يحصل ده كله، بس احنا ما نحكمش عليه، ما نقولش اصله يعني، ما نقولش انتهى، ما نقولش خلاص، ما نقولش كان ظاهره، ما ينفعش احنا نقول كده لحد. لا ما ينفعش يعني. وما نقلش من انجاز. مش معنويات. بص محمد صلاح في ميزه كويسه جدا، انا شايف ان هو بيقدر نفسيا يتعامل مع الضغوط. دي ميزه مهمه. جدا، هي ميزه مهمه، وفي كل المشاكل اللي حصلت له هو قدر يخرج من دوت بالعقليه اللي هو الاحترافيه اللي هو مرن نفسه عليها. لكن احنا ما يبقاش دورنا كجماهير او كداعمين او كمصريين ان احنا نقعد نقول لا اصل هو ظاهره انت تقدر تدي تاني. احنا نقول مستنيين منه تاني. مستنيين منه تاني طبعا. ان شاء الله اكيد نتمنى له كل التوفيق. النهارده او منذ قليل كان في مباراه كره الصالات في اولمبياد الشباب بالارجنتين. منتخب مصر قدر ان يفوز على الارجنتين هناك في بلدهم بنتيجه 4-3. انجاز اكيد كبير جدا، او عفوا كمان 5-4 مش 4-3. انجاز برونزية. الميداليه البرونزيه. طبعا ده انجاز كبير جدا. واحنا البعثة الشباب ماشيه بشكل كويس جدا يعني. لحد امبارح كانت متصدره التصنيف العربي ورقم 3 على افريقيا. 18 ميداليه لحد دلوقتي. ويضيف عليها انجاز كره القدم، ده اكيد انجاز كبير جدا احنا نشتغل عليه من دلوقتي. دي صور خاصه بالفوز النهارده على منتخب الارجنتين بالنسبه لمنتخب مصر كره الصالات، يعني 5-4. احنا بس نبدا نشتغل من دلوقتي على الشباب ديت لنأهلهم للاولمبياد اللي بعد كده. ما يبقاش مجرد اسماء رنانه طلعت في وقتها وبعدين بنلاقيها اختفت. تمام. لاعب كره الصالات يصلح ان هو يلعب 11؟ العكس. انما دي لا. العكس. العكس. يعني اللاعبين اللي بيتالقوا دول شايفينهم ممكن يعني ما عندك عنه. محمود عبد الحكيم لاعب، بس لاعب مع بتروجيت كتير جدا ولعب مع اكتر، بس ما يديش مجهود السرعه والجري زي ما كان بيلعب في الصالات. بس اعتقد الناحيه البدنيه تيجي مع التدريبات يعني. لا، هي ليها علاقه ببعد ملعب، بفكر بنقل كوره اكتر. انت تلعب في حته ضيقه اكتر ما تلعب في ملعب كبير. هي بيبقى شغله اكتر مهاري. مش لاعب تعتمد عليه في ان هو يعمل لك كرات عرضيه في كذا كده يعني. انما انا شايف ان العكس هو اللي صحيح يعني. من الكره الكبير الملعب الكبير لكره الصالات اوكي. العكس شايفه صعب شويه. صعب شويه. طيب اخيرا وانا بختم معاك، عايز منك رساله او ايه المطلوب بالنسبه للاعبي النادي الاهلي؟ عايز اختم بالنادي الاهلي كالعاده، لان احنا خلاص في عد تنازلي للمباراه المرتقبه امام فريق فاكستيف. ايه المطلوب من لعيبه النادي الاهلي قبل هذه المباراه، والرساله اللي حابب توجهها لهم ايه؟
مطلوب من لعيبه النادي الاهلي ما يبقاش فيه استعجال، يبقى فيه ثبات في الملعب، ما نتاثرش خالص بتواجد الجماهير الجزائريه. واهم من ده وده نفتكر ان احنا جبنا البطوله في سنين كتير قوي، واحنا كان في شبه ياس بالزبط. ونفتكر الاهلي والصفاقسي. ما حدش يقدر ينسى بصراحه. طب ما حدش يقدر ينسى المباراه دي. عندك الاهلي ان شاء الله نكرر، والاهلي والترجي 2012 وعندك 2001 هو كان الترجي، احنا الترجي بصراحه احنا بس كان 2001 ده كان نصف النهائي يعني، كان تعادلنا هنا 0-0 وهناك 1-1 بهدف سيد عبد الرحيم الشهير طبعا. ان شاء الله نكرر الانجاز ده والاهلي يصعد وياخد الكاس كمان، يبقى البطوله التاسعه ان شاء الله تتحقق. ان شاء الله توقعاتك النتيجه ايه؟ مباراه العوده دي صعبه قوي يعني، بس ان شاء الله الاهلي يخطف جول يا رب. ان شاء الله الاهلي خطف جون، ان شاء الله المباراه تكون شبه اتحسمت. استاذ عماد انور طبعا الناقد الرياضي بالاهرام العربي، انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتني وشرفتني. شكرا، شرفت بيك امير. شكرا، شكرا. طبعا ده كان لقائنا مع الاستاذ عماد انور، واكيد اتكلمنا على بعض الامور الخاصه بالكره المصريه بشكل عام، ودي كانت فقراتنا كمان من برنامج كلام في الميديا النهارده. استنونا ان شاء الله يوم السبت، بكره اجازه، يوم السبت هتكون معاكم زميلتي العزيزه شيماء صابر وحلقه جديده من برنامج كلام في الميديا. الى اللقاء.